انا جيت لهنايا لهاد المناسبه ديال 4 مارس اللي هي اللي جات في السياق ديال 8 مارس باش نتلاقى بالشباب، لان جيت في واحد الوقت من عمري، واحد الوقت من الصحه ديالي، لان المرضه كبيره، وطلبت الله، طلبت ربي تزيدني شويه، غير شويه الفابور، نزيد نكمل الرساله ندوزها للشباب، لان الشباب هما اللي غادي يغيروا العقليات في بلادنا. راه واخا نبدلوا 100,000 قانون وقانون، الا ما تغيروش العقليات عند البنات والولاد والرجال والعيالات، ما يمكنش نبنيو مجتمع سوي، ما نبقاوش نحلموا ونكذبوا على روسنا. دونك جيت في هذا السياق هذا، انا طلبت الله، قلت لي زيدني شويه في العمر، لان وصلت الموت العام 2020، وصلت الموت، وقولا وفعلا كانوا خايفين عليا واش العمر غادي يتقاضى ولا لا، وطلبت الله. قلت لك كل ما زدتيني في العمر غير حتى ندوز الريسالة، كيف ما طلبتو ملي جاني الكانسير نفس الشيء، غير نزيد ندوز الكلمه للشباب، لان الشباب اللي غادي يشد الطريق بالقضيه ديال المراه والطفل والحقوق الانسان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.